السلام عليكم احلى متابعين، معاكم الطاقم القمر ده. انا كنت عامل الخداديات بتاعته، هتلاقوه موجوده في الفيديوهات. طقم فلات عادي خالص بالشكل اللي هو الفيونكه زي الموديل التركي، واخد 5 متر ان شاء الله الا ربع. ومعايا كمان طقم فلات اطفال بيبقى عباره عن ملايتين واتنين خداديه واتنين مخده. الطقم عادي خالص ما فيهوش اي شغل غير الناس، ان انا بس مدخله ساده في المخده الطويله، يعني الطقم 5 متر منقوش ومتر سادة. وده من القطن الباكستاني اللي بنقول عليه النيال، يعني خامة قطن كويسة. وده كمان 5 متر منقوش ومتر سادة، حطيت بس ايه كورنيش بسيط كده على الخداديات بحيث تديها منظر شكل كويس، والمخدات سادة وعليها حاجة بسيطة منقوش. التغليف بقى شنو التغليف؟ طبعا بقى عن التغليف، بس الاول نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنسونيش بالاشتراك في القناة، حتى لو ما اشتركتيش اعملي لايك. لو مش عجبك الفيديو عادي، بس يلا مع بعض بقى نكمل. معاكم بقى انا جايبه لكم الشنطه اللي زي الكتاب دي. هنغلف مع بعض طقم الفلات سواء في الاطفال او في السرير الكبير. معايا الشنطه دي عرضها 35 وطولها 65. بصوا هي تعتبر يعني زي الكتاب، فكره الكتاب يعني. لها قفله من هنا من النص، وهي كل جزء لوحده بسوسته، يعني تحطي فيها طقم اطفال على يعني هنا تحطي فيه ملايه وخدديه ومخده، وهنا تحطي ملايه وخدديه ومخده اهي. بصوا المشمع، زي ما قلت لكم المشمع اللي عندي تقيل، انا المسؤوله عن توزيع الاكياس. متاح جمله باي عدد كميات، ومتاح كمان تصنيع للغير، ومتاح كمان الخام بتاع الاكياس لو حد عايز ياخده ويصنعه. متاح الاكياس دي نفسها متاحه للبيع، هي والسوست وكل خام. لو حد عايز يعمل مشروع اكياس يا بنات، متاح الخامات بتاعته. تمام. دي ده الكيس اللي قلت لكم عليه، ده زي كتاب كده، هنغلفه ونشوف شكله مع بعض. ومعانا الكيس، احنا طبعا عملنا قبل كده تغليف للكيس اللي هو 40 في 60، حطينا فيه طقم. قلنا ياخد طقم اطفال كرانيش عادي، وياخد طقم سير كبير كرانيش. كنت حاطه فيه طقم 3 جوانب عشان تبقوا انتوا عارفين. ده بقى مقاس الاصغر منه، ده مقاس 40 في 50، فقل شوية، قال يعني 10 سنتي. فطبعا الكياس لما اجيبها لازم بروح ماسكاها كده ملمعاها، ينفع عشان طبعا الحاجة طبعا مطرح الشحن والكلام ده بتتبهدل، الحاجة دي بتروح للعميل حاجة حلوة يعني. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش تنسوني بقى بالدعم. انا عايزه القناه يبقى فيها تفاعل اكتر من كده، وما تنسوش الاشتراك لو ما كنتيش لسه اشتركتي، اشتركي معايا في القناه، وان شاء الله ربنا بس ييسر الامر كده، واحاول احط يعني انزل لكم حاجات تفيدكم وشرح للاطقم باذن الله. والكيس لسه ما اتفتحش بقى السوسته، ولمعه كمان من جوه، بحب ألمع الحاجة. معلش لمعت بقى 1000 أكياس. تمام. أنا كده معايا ده طقم فلات ملايتين واتنين خدادية واتنين مخدة. تمام. بروح مطبقاهم بالطول كده أهو، وبحيث إن أنا عارفة عرض الكيس، بخلي العرض بتاع التطبيق على زي عرض الكيس. هنحط طبعا هو الكيس ده احنا قلنا نصين، نحط في كل كيس ملاية وخدادية ومخدة. احنا قلنا اهو بصوا، ادي عرض الكيس ده 35 في 35، يعني الكيس دوت يعتبر 35 في 70، كل ناحية 35 في 35. انا معايا دلوقتي اهي الملاية عشان بقى تطلعي بقى ايه الطقم معمول مطبق كويس في الكيس. فانت عايزة العرض 35، ادي كده 35، هتعوزي بردك في 35. تمام. وادي 35 اهو، يعني ايه اتطبقت على بعضيها اهيت، اهي الملاية، وهنجيب بقى الخدادية. يعني الخدادية احنا عندنا طبعا الخداديات، هي قصدي المخدات، المخدة هي اللي لون مختلف سادة، والملاية والخدادية شكل بعض. الخدادية اهيت، هنروح حاطينها على وش الملاية عشان ندخلها في قلب الكيس. نعمل التانية كمان، فهمت؟ انا مطبقاها على 35،
تمام اهي، هي 3 اطباقات، ادي واحدة والتانية اهي والتالتة عليه، ونحط المخدة الطويلة، خليها على وش الست، وعليهم الخدة دي. انت بقى عايزة تعملها مثلا بشكل، ممكن تيجي بشكل، بس هي عندك هي تعتبر طقم فلات، فمش مفهوش شغل يعني، انت تحاول بس تبيني الالوان بتاعت الطقم. بقى مدخلاها زي ما قلت لكم، بتمسكوا الاكياس تلمعوها عشان لو فيها اي اتربه ولا حاجه. خلينا حاجه كده كده ما هتتظبط يعني، مش تقلقوا يعني. بصوا بقى انا عملت ايه، حطيت الطقم اهو، بس بقى حاولت ابين ان هو فيه حاجه ساده عشان يبان الطقم يعني، هي اهي، وحطيت فيه الطقم اهو، ده طقم فلات على فكره اطفال، تمام. الصوره واضحه ليكم، يا حاسه ان هي مدوشه شويه، ادي اهو قفلت السوسته على كل ناحيه اهي. انت بقى عايزه، بصوا حلو قوي شكلها، شيك قوي بالنسبه للعروض، عايزه تجمليها اكتر ممكن تروحي ربطها كده بالشريط، ممكن تعمليها كمان بشريط ستان ابيض او اي ستان انت عندك، مش ضروري انك تعملي بشريط ستان اللي هو احنا بنجيبه في التغليف ده، بس انا ايه بقول لك على الفكره يعني، وتكوني ربطاه كده. شايفين ده شكل الكيس بعد ما عملناه، حطينا فيه طقم الفلات اهو يا بنات، وقفلنا عليه بشريط الستان. طبعا انت بقى تكوني مكبره الشريط شويه، وتروحي عاملاه في يونكه ان هو يكون شكله حلو وبرضك مقفول، عشان خد لو اتساب مفتوح هيفضل بقى يتفتح كده مع اي حد يعني، ايه واخده مني كده، فلما يكون مقفول بشريط الستان هيبقى افضل. ممكن تعملي الشريط كمان يعني الناحيه دي والناحيه دي كمان، اعمله لكم ثواني. بصوا ايوه انا كده كده اصلا، هو اصلا مش انا عاملاه عشانكم، ادي اهو، وتروحي بقى ايه رابطه كانك عامله بقى ايه حلويات. بصي ادي عملنا الشريط، بس هو لو الشريط بقى ستان من التاني بردك حلو، والشريط ده كمان كويس اهو، بصوا كويس عشان بردك هيبقى ارخص شويه عليكم من الستان نفسه. وادي اهو الطقم اهو، ده كده شكل الطقم في الكيس السوسته الكتاب، عرض 35 في 70، كل ناحيه 35 في 35، هنفك الستان اهو عشان نوريكم تاني شكل الكيس. لما دلوقتي عاملكم دي الحلقه ديت هتبقى عن التغليف الفلات، هوريكم كمان الاكياس اهو. شايفين ادي ده شكل التغليف اللي هو الكتاب، ما شاء الله الكيس على فكره حلو تقيل جدا يعني، ما شاء الله يستاهل اصلا من هتعمله بقى يبقى عبر الواتس يعني، مش هيبقى هنا في الفيديو. زي ما قلت لكم متاح منه كميات، ومتاح منه للمصانع كميه زي ما انت عايزه، وهيبقى جمله ما تلاقوش كده كده، طلع لكم الاسعار جمله، ومتاح الخامات اللي ممكن تصنعوا منها الاكياس، لو عايزين توفروا على نفسيكم ممكن كمان الخامات اوفرها لكم. ادي ده شكل الكيس الكتاب، كل ناحيه فيها ملايه ومخده وخدديه، تمام. يلا بقى نغلف الكيس الثاني معايا، ده الكيس الثاني اللي قلت لكم عليه 40 في 50، ده بقى انا هحط فيه طقم فلات، بس الخدديات هي اللي عليها ايه كرانيش زي ما انتم شايفين كده، بوريكم هو كده كده هتقوم هنزلها على الجروب بتاعي بتاع مفروشات ولا يوسف، هكون نزلتها لما اجيب انزل لكم الفيديو. بصوا ادي اهي، والملايتين مخلياهم مطبقاهم، مخلياهم عرضهم 40 في 50، بحيث ان هم يدخلوا الكيس ونحط عليهم المخدات والخدديات، يكون شكله برضك حلو يعني، احنا هو اصلا الطقم اساسا فيليه. بصوا اكيد بقى هي حلاوه الكيس ان هو 40 بصراحه يعني، 40 بتخليك تبقى فرده الطقم كده ومخليه شكله حلو. احطه
احط لكم بقى ثواني بس كده هوقف بس احط لكم. يا بنات حطينا الملايتين وعليهم الاثنين خدادية، وادي الاثنين مخدة اللي هم السادة، وعليهم بقى الاثنين خدادية اللي فيهم ايه الكورنيش بسيط كده. ان شاء الله هتكون ايه تعملوا حاجاتكم كده برواقه. ده احنا ما ربطناش فيه شريط ولا بصمه، مش محتاج بقى طبعا ما شاء الله اهو فيلات. انت بقى عايزه تحطي عليه شريط من جوه وبصمه براحتك حطي، لكن هو انا عاملاه مش محتاج اصلا طبعا ما شاء الله اهو في الكيس اهو. ده مقاس 40 × 50، يبقى ده مقاس 40 × 50 والكتاب يعتبر 35 × 70، وياخد كمان طقم ايه السرير كبير. هوريكم طقم السرير الكبير فيه اهو. ده طقم السرير الكبير انا عاملاه الخدادية بتاعته النظام اللي هو الخدادية اللي هي فيونكا النظام التركي، هبنزلكم صورته تمام اهو. واروح بقى انا طبقته طبعا زي ما قلت لكم 40 × 50 وهحط عليه المخدة الطويلة والاتنين خدادية. يعتبر هو برضك الطقم ده فيلات. احنا اهو ده طقم الفلات سير كبير 40 × 50 الكيس، وده الطقم اللي هو اطفال الكيس كمان 40 × 50 واخده. يعني انت 40 × 50 هو حلو قوي قوي معاك في الاطقم الفلات سواء اطفال او سرير كبير اهو. ما شاء الله السرير اهو الكيس اهو 40 × 50 واخد الطقم الاطفال ومستريح، يعني حتى واخد الكبير كمان. وزي ما قلت لكم بقى الكتاب ده هو ده الترند بقى انا جايبه منه ما شاء الله كميه الناس عندهم مصنع ما شاء الله شايفين شكل جميل. وزي ما قلت لكم بقى هيتربط بالشريط زي طبق الحلويات كده يمين وشمال، هتروحي رابطاه بحيث ان هو يدي منظر حلو قوي للطاق والكيس نفسه ما يفكش فاهميني اهو. تروحي بقى رابطاه انت في يونكا بقى كده ومخليها حاجه شكلها كويس. عايزه بقى لو انت عندك كارت باسمك او كده ممكن تحطيه عليه. ادي اهو ده الكيس شايفين، وادي الكيس 40 × 50 واخد اطفال واخد سرير كبير وكده خلاص. واقول لكم بقى ايه باي باي.